إذا تحلم هي وتتصرف. ورد غزان، هلا هلا وش بغيت؟ إيش رأيك في الفساتين هذه؟ إيش تختار؟ دقيقة شوي شوف، والله إني من أول كنت أبغى تلتر هذا، تلتر أكيد يناسبه. ناخذ لا باخذه، لا هذا أحلى، هذا أحلى. أمسك. طيب خلاص، أنا جايب الورد. وين أحط طيب هذا؟ هذا؟ ما أدري. خلي الفريق هي. ايش بغيت؟ يا ربي رزان، جهزي بسرعه. طيب يجينا العريس. خلي هذه هنا. اي صح، دقيقه، مبخره بجيبها. انا بجيبها، خليك انت. الحين الكيكة موجودة، لا ما أدري لسه الحين. الورد موجود كويس، أيوة المبخرة. هات خلي بخر بس، تعالي خش حطها. بخري. واو إيش باقي؟ صح غابس، هذا حطيه هنا. يا إذا بقي شيء، أكد بس. يا إذا لا تحطوهم هنا، بتصحون. أنا بنوتة وطبعا أكثر منك أعرف أكثر، بالمعرفة دايما شطورة، لو تتحداني ما تقدر. بس تعالي شوفي، اصبر. تعالي شو اشتريت. خلوني اهزمها وشوفوا من وين رجعت. جبت الكيك انا. ايش باقي؟ اي صح، تذكر هذيك الحركة. السلام عليكم. وعليكم السلام. زين عليكم. هذه الاشياء، يا سلام. ما شاء الله، ليش هذا كله؟ دمكم شاب. ما شاء الله، تسلموا. الله، هذا عشان الزواج يعني؟ انا نسيت. يلا. يا سلام. السر الله. انبهر للناس ولا ما طيب الله ايامكم. الله كمان ولا اله الا الله. كذا ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. يا الله صلي على النبي. الله ما شاء الله. هذه حط لها ريامه. تسلم والله، تسلم. والليلة الليلة محياها ليلة. والليلة الليلة حلوة وجميلة. والليلة الليلة حلوة وجميلة. ما شاء الله تبارك الله. والله شكرا. السلام عليك يا حبيب الله محمد. هذا مجدي ولا مين اللي يزفني؟ ما شاء الله يا حبيبي يا مجدي، تسلم والله تسلم. ايش المفاجأة الحلوة هذه؟ تزوجت انت؟ يا سلام، والله شكرا. هذه على هذه الكيكة الحلوة. يا سلام، وبشت الزواج كمان ما شاء الله تبارك الله. يلا شو كذا، خلينا نوري الناس. يلا هنا ولا هنا ولا يسار؟ قرب الكاميرا خلهم يشوفون. يلا ها كذا، يلا الكاميرا. ها كذا، يلا خلي الناس يشوفوا. يا سلام، هذه الكيكة الحلوة ما شاء الله. مبروك، زواج مبارك، الله يبارك فيكم ويسعدكم. والله شكرا من أعماق قلبي على هذه المفاجأة الدخولية والدخولية الحلوة. الله يعطيكم الصحة والعافية. ونقول للسادة المشاهدين شكرا لكم على دعواتكم الطيبة وجيتكم، وكل شوق لكم، وكلنا حماس لبرنامجنا الجميل، برنامج هي وهو بإذن الله. اليوم نستمتع في حلقة جديدة جميلة من هذا البرنامج الرائع. بإذن الله.
بس لازم نقص الكيكه صح؟ صح. يلا جيب السكين سريع، خلينا اتبخر. يلا اتبخر ايوه عشان اروح البيت ريحتي بخور. يا سلام يا سلام، الله 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 الله، ما شاء الله. يلا استنى دقيقه عشان نحطها. ها ايوه يلا، وين تبين يلا يلا تعالوا نقص مع بعض. يلا يلا جاهزين؟ تعال يا زلمه جاهزين. اروح هنقص استاذ عبد الرحمن. يلا نقص عبد القاسم. بسم الله. ها نقص وجهه اول شيء؟ لا 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 لا، خليها بطنه احسن، بطنه. لا لا لا، خلنا نقلبها. يلا يلا كده. يلا بسم الله. يلا يلا يا يزن، حط واحد اثنين. الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. يا سلام، الله يسعدكم. ها راسي اوه. الله يسعدكم. طيب متى ناكلها؟ ناكلها في الفاصل؟ ها؟ ناكلها في الفاصل؟ ان شاء الله. طيب الله يسعدكم جمهور الكريم، شكرا يزن وشكرا رزان على هذه الدخولية الحلوة. الله يعطيكم الصحة والعافية، ونرجع الآن للجد والمسابقات والحماس والتحدي. مين حيفوز اليوم؟ هي ولا هو؟ هي هي ولا هو؟ هي هي ولا هو؟ هي. وسلام سلام هي وهو، أحلى تحية وأخوة. سلام سلام هي وهو، أحلى تحية وأخوة. سلام سلام هي وهو، أحلى تحية وأخوة. سلام سلام هي وهو، أحلى تحية وأخوة. أحلى تحية وأخوة. طيب أنا صراحة يعني الأيام الماضية ما تابعت البرنامج، مين كان يفوز، الأولاد ولا البنات؟ رزان فازت مرتين. أوف في غيابي؟ بنوتات بنوتات نسيت فوزي الشنبات، بنوتات بنوتات نسيت فوزي الشنبات. فين اللطافة وفين الضرافة، والفوز دايم دايم ما به وساطة. هلا بنوتات بنوتات فزنا فزنا عالشنبات. فازوا مرتين بس؟ أنا الموسم كله. أنت كم مرة فزت عليهم طيب؟ طيب. قول يلا. وانا اللي خصمي والله دايم حايز. ايوه انا اللي قالوا عني دايم فايز، وانا اللي خصمي والله دايم حايز. انا الشباب قولوا فعل، وانا السند قولوا فعل. انا الشباب قولوا فعل شنب يقول شنب، وتقول والطول ما شاء الله تبارك الله.